السلام عليكم ورحمة الله. ايباد اي 1460، ايباد 4. هنشوف مقفل على الاي كلاود، بس نحط الرقم السري. ايباد سيم كارد ايضا راح نرفع المقاومة، هذا هو مقفل اي كلاود. في مقاومة صغيرة حنطيرها ونعطيه سوفت وير حيفتح معنا ايباد واي فاي. هنشوف مكان المقاومة مع بعض. انا فاتح الايباد، فك الشاشة عشان يسهل علينا في موضوع التسجيل، ما نطول، يطلع الفيديو قصير ما يطلع الفيديو طويل. تمام، نشوف بس نصغر الكاميرا. نشوفها بهذا الشكل، بس نرفعها شوي فوق. انزيل هاي المقاومة، ويني هاي. بس تمام، نرجع نسكره، نسكر. تمام، دخل معانا في ال DFU مود. هنعمل داونلود، نتركه يخلص الداونلود ونعطيه السوفت وير.
تمام. أيوة فتح معنا، هنضغط على اكتب ناو ستارت. ايباد 1460، ايباد شريحة، فتح معنا اي كلاود بإزالة مقاومة. بس في البداية عمل مشكلة في مدخل الشحن، إلا غيرنا الاتجاه أخذ معنا، صار جاهز. تحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.